طبعا تأسيس المجموعات والمشاريع غير الربحية من الأمور المهمة اللي تساعد في بناء المجتمعات، خصوصا إذا كانت هذه المشاريع يعني مبنية على خبرات دولية متطورة وتحمل في الوقت ذاته أفكار إبداعية أيضا. فجر، وأكيد راح نتكلم أكثر حول هالموضوع، الحديث أكثر عن هذا الموضوع مثل ما قلنا. تنضم إلينا نوف العماري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة I Speak Leaders Hub لتمكين القيادة الذاتية، وهي أيضا محلل برامج ومشاريع بالأمم المتحدة وعندها وايد من الإسهامات في هذا المجال. صبحك الله بالخير، واليوم منورتنا، وأكيد نبي نتعرف أكثر منك حول هذا الموضوع. يسعد صباحكم وصباح أعزائنا المشاهدين، وأحلى صباح إن شاء الله، ومثل ما نقول صباح الخميس الونيس. والله يعني دشت بطاقة، يعني فعلا I Speak Leaders Hub، يعني نشوف طاقة القياديين من خلال حتى شلون صبحتي علينا نوف. في البداية ودي أعرف منك شنو أهمية هذه المهارة؟ طبعا مهارة القيادة هي تعتبر مهارة أساسية جدا. دائما الناس عندها مثل سوء فهم لمعنى القيادة، يربطون بين القيادة وما بين المنصب. القائد معناه هو صاحب منصب، بينما القيادة هي بمعناها الأساسي المسؤولية. فمعناه أن مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فبما معناه أنه كل شخص هو أساساً قيادي، فقيادي بحيث أنه هو يكون مسؤول عن نفسه بالدرجة الأولى، عن ذاته، عن إمكانياته، عن مهاراته، عن نقاط قوته، عن نقاط ضعفه، عن تطوير نفسه، عن حياته، ومن ثم المسؤولية عن المكان أو المجتمع اللي هو يعيش فيه. ففي عندنا روبن شارما في له كتاب عن القيادة، أكثر من كتاب، في عبارة أو جملة وايد تعجبني. شنو هي؟ يقول القيادة مو معناه أن أنت يكون عندك منصب، بينما القيادة الحقيقية هي أن تكون من غير منصب. فهذا هو مفهوم القيادة. بس أبي أعقب، يمكن قلتي هذه الجملة وفعلا زملائنا نوف ونجيب كان عندهم لقاء أيضا حول تمكين المرأة، ويعني كان في نقطة وايد حلوة صراحة وايد عجبتني وأحب أحرص عليها، أن هي ممكن حتى المرأة الغير عاملة، يعني ربات البيوت، stay at home moms، يعني أي مرأة تكون في بيتها تكون هي قيادية أيضا. صحيح. فمثل ما قلتي القيادي هي ممكن يكون في أي مكان، وممكن يعني ما يكون له صلة معينة في عمل معين. صحيح. أو منصب معين مثل ما قلتي. بس شرايك؟ اكيد طبعا اتفق معاك، وطبعا هي قياده بالنهايه هي مهاره، والواحد يحاول انه يطورها اكيد، او شيء يكتشفها بنفسه، لان احيانا في ناس كثيرين ما يدري انه ترى هو يحمل صفات القياده وعنده هذه الصفه. لكن اذا بنتكلم يعني عن مجموعه I Speak Leaders Hub، انا صراحه ودي يعني بدايه شلون طرت عليك الفكره، شلون تاسست، والسؤال الاهم ليش تاسست، ليش سويتوها؟ طبعا هو يعني مفهوم القيادة هو كان عبارة عن تجربة شخصية. أنا دائما كنت أشوف نفسي خلف الكواليس، يعني أي شخص كان يكلفني مهمة أو يحطني في موقع يقول لي نوف أنت مسؤولة عن هالمجموعة، أو مسؤولة عن مجموعة موظفين أو مجموعة أشخاص، أو على قولتهم بويه المدفع، كان دائما يكون عندي قلق، خوف، تشكيك بقدراتي الشخصية. لكن لما حطيت نفسي في المحك في التجربة، هني تحولت التجربة نفسها إلى منحى آخر. يعني طلعت من منطقة الراحة أو الكومفورت زون مثل ما يقولون. بالضبط، صار في ارتفاع مستوى الثقة بالذات، صار في مفهوم أكثر للقيادة، صار في تقبل أو تبني لمعنى المسؤولية. فبديت بعدها أبني مجموعات غير ربحية غير تطوعية في مجالات تنمية المهارات الذاتية. سنة 2015 اشتغلت في المركز الدولي للخدمات العامة في سنغافورة حوالي لمدة 3 سنوات، وشفت هناك أن هذه الدولة أساساً مبنية على مفهوم القيادة أو تمكين القيادة، بحيث أن هي منهج متبع عند الأطفال من يوم أهم صغار إلى أنهم يصيرون فعلاً قياديين في مناصب، أو قياديين مثل ما تفضلتي في منازلهم كربات بيوت أو آباء أو حتى أبناء. ف
فلما رجعت بعدها فكرت في أني أنا أبني مجموعة مبنية على فكرة القيادة. فالتقيت مع مجموعة من الأصدقاء وطرحت عليهم الفكرة، ومن هنيات مجموعة I Speak Leaders Hub لتمكين مفهوم القيادة الذاتية. زين، قبل ما نتعمق أكثر في هذا المفهوم، ودي أعرف منك شنو سمات أو صفات الشخص القيادي. يعني ممكن في وايد أهالي مثلاً يحطون أبنائهم نوعاً ما، لكن هذا الشخص لما يكبر يكتشف أنه هو فعلاً عنده مهارات تعتبر مهارات قيادية لكن ما عززوها في البيت. فشنو أهمية أن الواحد يعرف هذه الصفات والسمات بحيث أنه يقدر يبني عليها ويطور من نفسه، وحتى أولياء الأمور يقدرون يلاحظون، أو ممكن في بعض الأحيان ما أدري إذا تتفقين معي سادة نوف وباسل أن ممكن هذه المهارات الواحد يكتسبها مع الوقت. يعني ممكن أنا أشوف أن هذا الشيء ناقص عند واحدة من بناتي لكن أنميه مع الوقت، فيمكن يسهل علي العملية إذا قلتي لنا الصفات. طبعاً القائد هو عبارة عن مجموعة من الصفات، أهمها صفتين: صفة الأصالة إنه هو يكون نفسه، والصفة الثانية هي صفة الثقة، الثقة في شخصيته، الثقة في اتخاذ القرار، الثقة أيضاً مو فقط في نفسه، أيضاً في قدرة الآخرين في أنهم يعملون مع بعض كفريق واحد. وطبعاً أنا أتكلم عن الثقة المتزنة، مو الثقة الزائدة عن الحد اللي توصل الإنسان إلى منحى الغرور أو اختلال الثقة بحيث أن الشخص ما يكون واثق من نفسه، بالتالي أيضاً يشكك في الآخرين أو يشكك حتى في أهدافه وطموحاته. وهذا المفهوم أنا اكتسبته أو تعرفت عليه من خلال شغلي في المركز الدولي. المركز هو عبارة عن شراكة ما بين الأمم المتحدة وحكومة سنغافورة، فكانوا يقدمون لنا عمل أو حكومة سنغافورة كنموذج للعمل. فمن هنا تبنينا أو تعرفنا على مفهوم القيادة أو الليدرشيب بمعنى الفردي والمؤسسي وأيضاً على مستوى الدولة. فخلوني أعطيكم أو أشارككم مع أعزائنا المشاهدين شنو إحنا شغلنا في I Speak Leaders Hub وشلون إحنا نشتغل على مفهوم القيادة. طبعاً مجموعة I Speak Leaders Hub هي عبارة عن مجموعة تحتها مجموعة من الأندية، كل نادي من هذه الأندية يطور مهارة، هذه المهارة ضرورية جداً للشخص القائد. فعندنا نادي القراءة بقيادة المهندس عبد العزيز العجمي يطور أهمية المعرفة والاطلاع، لا يمكن للشخص أنه هو يكون قائد ما لم يكون شخص مطلع في مجاله اللي هو قائد فيه. صحيح. عندنا أيضا نادي الخطاب، الخطابة والحوار، اللي هو يعلم الشخص شلون يتحدث، شلون يرتب أفكاره، شلون يتحاور، والأهم من هذا شلون يسمع أو ينصت، فهذه أيضا مهارات جدا أساسية. عندنا إن شاء الله في المستقبل في ناديين راح يتم افتتاحهم، اللي هو نادي الكتابة بحيث أن الشخص يقدر ينظم أفكاره الداخلية من خلال الكتابة، شلون يقدر يوصل صوته بالكلمة لأن الكلمة جدا مهمة. فحتى أول آية بالقرآن الكريم أو أول كلمة كانت اقرأ، فالقراءة هي الكتابة هي نوع من التقليم للفكرة، التهذيب للفكرة. وأيضا عندنا نادي آي ووتش اللي راح يفتتح بقيادة الأستاذة منيرة الراشد، اللي هو راح يركز على النقد الإيجابي والتقييم البناء من خلال تحليل الأفلام والعروض السينمائية. طبعا النقد البناء يعني شيء يمكن احنا عندنا جاب في الكويت فيه او في مجتمعنا العربي، لان ممكن اي انسان يسمي نفسه ناقد لكن ما عنده الثقافه من قرايه وكتابه وغيرها من الامور والمهارات اللي تكلمتي عنها. فدائما الواحد لما يبي يتكلم عن النقد البناء لازم يعرف هو قاعد ياخذه من منو. هل هذا الشخص عارف واعي مثقف في هذا المجال ولا لا؟ وابي ارجع وياك الى نقطه القراءه، شنو أهمية أن نبني ثقافة القراءة عندنا في مجتمعنا الكويتي، وشلون هذا الشيء راح يأثر على شبابنا في المستقبل القريب؟ طبعاً الشخص كل ما يكون قارئ نهم كل ما يكون عنده السمة الإبداعية أو الابتكارية،
فبالتالي الشخص القارئ يختلف عن الشخص الغير قارئ. الشخص القارئ عنده أفق، وهذا أيضا يصب في سمات القائد، لأن واحدة من الأمور الأساسية عند القائد أنه هو يكون عنده بعد نظر، أو خلنا نسميها الفيجن، اللي هي الرؤية البعيدة مو الرؤية القريبة. يعني في دول قاعد تبني رؤية لنفسها مو خلال 5 سنوات، إلى 50 أو حتى 30 سنة، فهذه معتمدة على وجود كم هائل من المعرفة والمعلومات. هذا الشخص لا يمكن أنه يكتسبها إلا من خلال القراءة المنتظمة، بحيث أن هي تكون عبارة عن روتين يومي. الشخص مو ضروري أنه ينهك نفسه في أنه يقرأ كتاب كل أسبوع أو كل شهر. خلونا نبدي على الأقل صفحة باليوم، صفحتين باليوم، أو حتى في ناس شنو تقرأ؟ تقرأ ملخصات كتب. يعني هي تشوف نفسها أنا ما أقدر أقرأ كتاب كامل، فألجأ إلى ملخصات الكتب. فهذا جدا يساعد أنه ينظم الأفكار ويعطي الشخص بعد نظر، لأن الشخص اللي يقرأ مو فقط قاعد يكتسب الشيء اللي قاعد يقرأ، أيضا العقل اللاواعي يبدي يحلل الفكرة، يبدي يفتح له مجال للإبداع والابتكار. وتطور أنت صحيح. شلون تفكر، your perspective، شلون نظرتك. وايد ناس يتجهون حاليا إلى الكتب الأوديو السمعية المسموعة، لكن أنا أتفق معك أستاذة نوف إن القراءة يعني مع الوقت، حتى لو كان الإنسان في البداية يحس إنه مستثقلها، عينه راح تأخذ على الكتاب وأفكاره راح تبدي تتغير، وهو أصلاً راح يتغير والثقة عنده راح تزيد أصلاً. أكيد طبعاً. ونقطة مهمة ذكرتيها في مسألة إن الواحد مو شرط إنه يقرأ كتاب كامل عشان والله يعني يثقف نفسه أو يطور نفسه. على قولتها من كل بستان زهرة يعني ممكن تكون كافية أكيد لتوسيع المدارك. أنا بتكلم عن نقطة ذكرتيها قبل شوي وبيحاول أربطها في الثقة بالنفس وبالأداء أو بالمقومات الأساسية. أحياناً الواحد يكون واثق من نفسه زين على قولتهم، ولكن يعني على ولا شيء، يعني أنت يعني أساساً ما عندك قدرات، لكن ما شاء الله ثقتك بنفسك عالية، ثقة عمياء فعلاً. لكن تشوف على قولتهم تحلل الأداء، تحلل مهاراته مثلاً، أو تشوفه على أرض الواقع ماكو شيء، لكن في ثقة. فأنا الحين بربط إن هل الثقة هي وحدها كافية، ولا لازم يكون في أساس أصلاً، أساس مهارات، أساس كيفية التعامل مع الناس. وأيضاً شغلة بعد، آخر نقطة أخيرة فيما يتعلق بموضوع القائد، إنه مو شرط أنت تسوي كل شيء، إن أحياناً لما تسند المهمة للشخص الصحيح أنت هني ترى قمت بدورك القيادي. صح ولا؟ مثل ما ذكرت من ساعة إنه في أيضاً صفة جداً أساسية اللي هي صفة الأصالة، الأوثنتيك، إن الشخص يكون حقيقي مع نفسه. فالشخص اللي عنده هذه الثقة الفارغة هو شخص مو متصل بذاته، شخص مو حقيقي مع نفسه، هو يحاول يظهر للآخرين الثقة عشان يبي يظهر بمظهر القوة. لكن لما يمر في تحدي، احنا شلون نعرف الأشخاص القياديين الحقيقيين؟ لما يكون في وقت الخلاف أو وقت التحدي، دائما يكون عنده هدوء، حكمة، إنصات. وهذه مهارة تطورية، يعني ما في شخص يولد فيها، هي عبارة عن مكتسبات الشخص يكتسبها مع الخبرة، وأنه هو يحط نفسه في المحك، وأنه هو يطور نفسه باستمرار. مضاف إلى ذلك أنه هو يستعين في مرشدين يساعدونه في تطوير هذه المهارات. فحتى إحنا القيادي اللي إحنا نشوفه شخص جداً متمكن، أكيد في أشخاص ناصحين له، أكيد في أشخاص يوجهوا له، هم عبارة عن المراية الخفية بالنسبة له، فيرجع لهم يسألهم مثلاً شلون الأداء اللي قدمته اليوم. فعنده نظام متكامل من التقييم، يعتمد مو فقط على المراية الذاتية أو الشخصية، أيضاً يعتمد على مرايا الآخرين. فعنده قدرة على قراءة أيضاً الآخرين، شلون ردة فعلهم اتجاه الموضوع. فهو عبارة عن مجموعة متكاملة من المهارات، لا يمكن إن هي تكون من دورة أو من كتاب أو من حضور ورشة أو حتى دراسة، هي مبنية على التجربة. وعلشان كذيات فكرة I Speak Leaders Hub، من خلال إن احنا نخلق بيئة آمنة وحاضنة، نخلي العضو أو الشخص الحاضر إنه هو يعيش التجربة بنفسه، وبنفس الوقت يكون الأعضاء الآخرين هم عبارة عن مقيمين له.
وطبعا في اختلاف ما بين التقييم والنقد. التقييم هو عبارة عن إضافة قيمة، بينما النقد مجرد أني أنا أشوف الأشياء اللي على قولتهم المحبطة أو السلبية. عشان كذي مثل ما كنتي قاعد تقولين، النقد البناء هو اللي لازم ينحط بعين الاعتبار، اللي احنا نسميه الإيفالويشن أو التقييم، اللي هي جاية كلمتها من إضافة القيمة. دائما الشخص لما يمر بتجربة صعبة أو يكون أداء غير مرضي، هو محتاج شغلتين، محتاج التشجيع ومحتاج التوجيه. إن أنا أي أوجهه أقول له ترى أنت أدائك ممتاز، بس بالمرة الثانية راح تسويه بأداء فائق. اللي تحتاجه أنت كالآتي: ركز على نقاط القوة هذه، وابدي أيضا ركز على النقاط اللي تحتاج إلى تطوير. جميل، بلا شك يعني سنغافورة تعتبر نموذج يعني يحتذى به في هذه النقطة. وأيضا تكلمنا عن أن القيادة هي مهارة تطورية، فيعني الواحد أول شيء يكتشفها وبعدين تتطور مع الوقت. أنا هذه النقطتين يعني بحاول أرد شوي أربطها مع أولياء الأمور اليوم، اللي يشوف ولده مثلا عنيد، ولده مو قاعد يسمع الكلام، عنده رأي مستقل بذاته. فالشخصية العنيدة بالنسبة للطفل، هل ممكن تكون مؤشر أولي بأن هذا الشخص ممكن تكون عنده مهارات القيادة؟ مهار كنت عنيد باسل وانت صغير؟ مو عنيد، قائد. نعم. يعني أنا أقدر أعطيك منظور من معرفتي بمهارة القيادة كقيادة، لكن أيضا ما نتجاهل أيضا دور المختصين التربويين في هذا الجانب، لأن أيضا يمكن يكون في هناك جوانب أخرى خفية الأهل، الوالد، الوالدة أو المسؤولين عن هذا الطفل مو ملاحظينه، أو يمكن الطفل أساسا قاعد يمر في تجربة خاصة. فالقيادة أيضا حتى ممكن تكون عند الطفل الخجول. يعني أنا كنت طفلة جدا خجولة، كنت دائما أتبع سياسة الصمت، فلا يمكن الشخص اللي يشوف هذه الطفلة ويومها هي صغيرة يقول ممكن في يوم من الأيام لما تكبر تقعد وتتكلم في برنامج مباشر أو توقف على منصة تلقي خطاب. نعم. فهي بالنهاية قرار من الأهل إن هم ينمون مهارة القيادة عند الطفل، فتكون من خلال تهذيب هذه المهارة، واللي هي أساساً الطفل يحتاج بالأساس إلى التواصل، إلى الكوميونيكيشن. جميع الأطفال يحتاجون إلى التواصل. شنو هي طرق التواصل؟ هذه تختلف من طفل إلى طفل، فممكن هني يختصون إلى مرشد تربوي أو أخصائي تربوي يعرفهم شنو هي أفضل طريقة للتواصل إلى الطفل مع الطفل. ممكن الطفل تكون عنده احتياجات معينة هو مو عارف شلون يعبر عنها أو مو عارف شلون يوصلها، خصوصاً إن في شغلة جداً مهمة أنا لاحظتها من خلال يعني شغلي في سنغافورة، إن أهما يعرفون الطفل من يوم أهو صغير على التعبير عن نفسه من خلال لغة المشاعر. فالطفل يعرف شنو نوع الشعور، فبالتالي يقدر يعبر عنه. أنا الحين حزين، فيقول ليش أهو حزين، عارف شنو مفهوم الحزن، لأن الطفل أحياناً تكون عنده مشاعر داخلية مو عارف شلون يعبر عنها، فممكن يستخدم أسلوب الغضب، ممكن يستخدم العناد، ممكن يستخدم أسلوب التجاهل، لأنه عنده حاجة يبي يوصلها لكن لغة التعبير عنده قاصرة، لأنه هو ما عنده معرفة شنو الشيء اللي قاعد يصير في داخله. فلما يكون عنده خارطة أو خريطة للمشاعر وليش هو قاعد يحس بهالمشاعر، ويكون أيضا في نوع من التهدئة أو الثقة إنه عادي تحس بهالمشاعر، ترى هذه المشاعر جدا طبيعية، عادي إنك أنت تكون حزين، عادي إنك أنت تكون حاسس بالخجل، عادي إن أنت تكون حاسس مثلاً بالذنب، هذه المشاعر طبيعية. لكن الأهم من هذا يكون في توجيه شلون يتعامل مع هذه المشاعر، سواء مع نفسه وشلون مع الآخرين يخرج هذه المشاعر أو يعبر عنها. فأحياناً يكون الغضب أو العناد هو عبارة عن لغة يستخدمها الطفل أو يلجأ لها الطفل، لأن هو في شيء مو عارف شلون يعبر عنه. جميل. بس لما يعرف ذاته ويعرف ان هذا الشعور قاعد يحوشني لانه ممكن انا ما سويت بالمستوى اللي ابيه فاحبط، يعني ايا كانت المشاعر. لكن في مقاله قريتها عن الذكاء العاطفي وشلون هذا الكلام كله اللي قلتيه ينصب تحت الذكاء العاطفي، وشلون مهم ان الطفل
يكون عارف هذه النقاط صح. أساس يقدر أيضا يعني يبني عنده ثقة أكثر وأيضا يفهم ذاته بشكل أفضل. وعلى طاري فهم الذات، يمكن في بداية حوارنا مع أستاذة نوف تكلمت عن شلون الواحد لازم هو أيضا يعرف أخطاءه ويعرف شلون يطور من نفسه من خلال هذه الأخطاء، فهذه أيضا تنصب تحت الشخصية القيادية. لكن أنتوا الحين عندكم تعاون مع الهيئة العامة للشباب في دورة معينة اسمها ملتقى ذاتك عفوا، فأبي أعرف أكثر عن ملتقى ذاتك. رح أتكلم أكثر عن هالموضوع، بس أبي أضيف شغلة على النقطة السابقة ممكن الأهل يستخدمونها. في شغلة اسمها عجلة المشاعر أو الفيلينجز ويل، في منها نموذج مصغر للأطفال، فممكن الأهل يبحثون عنه من خلال الإنترنت ويطلبونه. وهي عبارة عن عجلة فيها مكتوبة المشاعر الأساسية اللي احنا يعني الطفل بهالمرحلة محتاج يتعرف عليها، اللي هي مشاعر الحزن، مشاعر الخجل. فهي العجلة موجودة ومرسومة بطريقة تحاكي ذهنية الطفل اللي هو دائما يتعامل من خلال الصور. عشان كذي احنا دائما نشوف قصص الأطفال فيها دائما صور، نشوف الصورة على كبر الصفحة بس الكلام نلقاه صغير. فممكن الأهل يطلبونها ويخلونها عندهم في البيت، الطفل لما يحس بشعور معين يعلمونه يأشر أو يستخدم هذه العجلة في أنه هو يأشر على الشعور اللي هو يحس فيه، فيكون سهل مع الوقت الطفل راح يتعرف على المشاعر الموجودة في داخله وشلون يتعامل معها. بالنسبة إلى ملتقى ذاتك، هو طبعا هذا الملتقى الهدف منه مثل ما ذكرنا في البداية، القيادة هي عبارة عن معرفة بالذات، تمكين ذاتي. فمن هنيات فكرة إن إحنا نسوي ملتقى. في قبل تقريبا شهر يونيو السابق سوينا ملتقى ذاتك الأول، كان بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتم عقده في مكتبة الكويت الوطنية. بعدين حسينا إن أيضا فئة الشباب اللي هم من عمر 14 سنة إلى عمر 35 سنة أهم أيضاً محتاجين إن إحنا ننقل لهم فكرة التمكين الذاتي. فتم عقد تعاون أو تحالف جميل مع الهيئة العامة للشباب، وأوجه لهم شكر وتقدير على دعمهم وعلى احتضانهم لهذا الملتقى اللي راح يكون على مدى يومين في الأسبوع المقبل، يوم الثلاثاء والأربعاء في مركز شباب الدعية من الساعة 6 إلى الساعة 8:30، والتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة. نعم. الملتقى راح يركز على فكرة التمكين الذاتي، وراح يتم عقد محاضرات أو ورش تفاعلية وليس نظرية. من خلالها الجمهور يتدرب ويجرب بنفسه. راح يكون في هناك أربع فقرات أساسية. عندنا محاضرة راح أقدمها باسم الانفتاح الداخلي، شلون الشخص يكون منفتح وعنده حس الاستكشاف وحس الفضول، ومثل ما تفضلتي هو عبارة عن خروج من الكومفورزون أو المألوف. فشلون الشخص ينقل نفسه إلى دائرة الخروج من المألوف. عندنا الأستاذة منيرة الراشد راح تتكلم عن أنماط الشخصية وأهمية أن القائد يكون عنده معرفة في أنماط الشخصية وأسلوب مرن في التعامل مع الآخرين على الرغم من اختلاف أنماطهم واختلاف شخصياتهم. نعم. وعندنا أيضا المهندس عبد العزيز العجمي راح يقدم محاضرة جدا فريدة اللي هي تتكلم أو عنوانها الإنسان الذكي والهاتف الغبي. احنا وايد صرنا لصيقين جدا، احنا جدا صرنا لصيقين بالهاتف. نعم. مدمنين عليه، متتبعين للسوشيال ميديا لدرجة ان احنا بدينا ننسى حياتنا، ننسى نعيشها بشكل فعلي. فالمهندس عبد العزيز العجمي راح يعرض لنا شلون ان احنا نكون مستخدمين لهذا الجهاز بشكل فاعل واساسي. ايضا راح يكون في تجربة حية لمسألة النقد للأفلام والعروض السينمائية، راح تقدمها لنا الأستاذة منيرة الراشد. وأيضا راح يكون في تعريف لنادي القراءة
ونادي الكتابة من خلال تجربة حية لمسألة الكتابة، يعني ممكن المشاركين يجربون نفسهم في مسألة الكتابة، وأيضا في مسألة القراءة وكيفية النقاش والحوار فيما يتم قراءته. راح يكون الملتقى على مدى يومين، والشيء الأساسي والجميل فيه هي مسألة التفاعلية، إن أنت ممكن تتفاعل مع شخص أنت ما تعرفه، تجرب نفسك في شيء ممكن جديد وتطور مهارات التواصل بالضبط. معك أكيد. وهذا هو المطلوب، ان احنا نتفاعل اكثر ونتواصل مع بعض اكثر. اكيد نعم، صراحه يعني قواكم الله على الشغل اللي قاعد تقومون فيه، وايضا الشكر ايضا وصول الهيئه العامه للشباب على يعني مثل هذه التعاونات مع المؤسسات وشركات هدفها جميل اكيد، وطبعا غير ربحي، ولكن هو صراحه أنا أشوفه ربحي لكن مو مادي، ربحي من ناحية أن تعزيز أكيد دور الشباب وتطوير مهاراتهم القيادية. كل الشكر للسادة نوف العماري مؤسس ورئيس مجموعة القيادة وتمكين الذات.